السلام عليكم، معكم قناة أم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم إن شاء الله جبت لكم فيديو جديد، رايحة ندير لكم فيه وصفة. كل خطرة واش ندير لكم، خطرة بريكولاج، خطرة وصفة، خطرة روتين، خطرة فلوغ. كما تعرفوا أنا ننوع في الفيديوهات تاوعي، وحبيت نقول لكم اسمحوا لي بزاف بزاف مشتركاتي اللي طولت عليكم، والله اللي توحشتكم. قلت نولي إن شاء الله الوصفات تاوعي كل خطرة كما قلت لكم، ندير معكم حاجه، وان شاء الله راح نكمل الغرفه نتاعي ان شاء الله، وندير فيها جير فليكس، وراح ان شاء الله نشاركها معكم. نولي ان شاء الله للوصفه نتاعنا. كما قلت لكم راح ندير لكم اليوم لاتوخت. هذه لاتوخت هذه كنت درتها ديجا في من قبل في الفيديوهات التوعي الاوائل كما بديت اليوتيوب، قلت نعاودها لكم. كاين مشتركات جداد وما على باليش اذا شافوها ولا لا، لا قلت نديرها. راح نعطيكم ان شاء الله الوصفه وبقاو معايا. هنا عندي كما راكم تشوفوا عندي طرف تاع الجهد، ماشي شرط بزاف هاوش عندي. اذا كنتو حابين ماشي شرط ديروا هذا تاع الصدر، تحبوا ديروا لاكويس، تحبوا المهم من بعد راح نفتو، مش حنخليها هكذا. هنا عندي حبه بصله مسكرفجه، عندي حبه طماطم مسكرفجه، عندي هنا سنينة ثوم ماشي بزاف، 3 سنينات فقط على حساب الدجاج، ما راح ندير صوص بلانش. هنا عندي معدنوس كما راكم تشوفوا، وهنا عندي زروديه مقطعتها هكذا كما راكم تشوفوا دي بوتي دي. وهنا عندي الزيت وعندي سمن. راح نبدا ان شاء الله الوصفه نتاعي. هنا راح ندير شويه تاع زيت نباتي، كما قلت لكم عندي مغرفه تاع سمن. واذا كنتو حابين نديروا المارغرين ما عندكمش السمن تقدروا ديروا المارغرين. خليه يذوب بعد نبدا نلوح البصله تاعي او البصل تاعي. هنا بعد ذاب معايا السمن رايحة ندير لوح الدجاج تاعي. نزيد البصل، بصل مرق مسكر، راهو يتقلى. انا رايحة نزيد الطماطم تاعي اللي كنت سكرفجتها والثوم، راهم تشوفو المعدنوس. نبدا نتبل ان شاء الله. عندي كزبر مرحي، هنا عندي فلفل اسود، وعندي فلفل احمر حار. راح ندير غير شويه مش باش اللون، حبيته الحروريه تاعو فقط، ما نكثرش حار بزاف جوست باش يعطيني البنه. وندير الملح، ونكمل الزروديه نتاعي اللي قطعتها باش تتخلى مع ال... من بعد ندير لوح الجلبانه نتاعي. خلي كامل يتقلى،
كي نمرق نوريكم. هنا هاي بعد ما تقلت راح نقليها او نمرقها، نقلل الجلج تاعي. بسم الله ما شحال نمرق بزاف كما راكم تشوفوا. بس كان بعد نرجع حنشا في الفور. هنا عندي الجبانة تاعي كونجولي، كما قلت لكم مش حنمرق بزاف بس راح نرجعها من بعد في الفور. هنا راح نقفل عليها. هنا راح نديرها 25، انا حبيتها تطيب مليح بس بعد كي نديرها في الفور جوست باش يطيب، باش يذوب لي هذاك الفرماج وال ويطيب لي البيض فقط. خليها شلاه من بعد راكم تشوفوا الوصفه معايا بعد ما تطيب ونخلص نوريكم نكمل لكم كيفاش نكمل الوصفه نتاعي. هنا الحوايج اللي طيبت اللي درت بهم راح نديرهم في الغسيل. نجلس نجيب مسكوتة تاع نار. كل خطره تقعد عندي حاجه مسخنه نرميها هنا في لافيسيل حتى تتعمر لي بعد نغسل. انا ساعات نغسل الموعن بيدي ساعات نرميهم في لافيسيل، سا ديبون كل خطره كيفاه. هذو الموعن تاعي اللي غسلناهم البارح غسلناهم بناتي ما خباوهمش كما راكم تشوفوا، راح ان شاء الله نمسحهم ونخبيهم. كما تعرفوا البنات كل خطره وكذا يخدموا. نحي لابوبيل تاعي. عندي وحده مشتركه قالت لي انتي وين تخبي موعنك، هاني وانا راني نخبي الموعن تاعي انا. عندي هنا وعندي هنا كما راكم تشوفوا، وهنا عندي القشر تاعي اللي دايره فيه المغارف المواس، وعندي هذا كما راكم تشوفوا ديال في طراشن، وعندي هذه وعندي لتحت هذه مكان تاع الكوكوط. هنا نحط لا كوكوط مين تاعي. هنا فيني حاطه الماء تاعي كيما راكم تشوفوا. هنا ندير الكيسان ها باش راني مخبيه الموان تاعي. وهنا ندريره الفناجل كما راكم تشوفوا بحال راهي درويت غير تحبسي نهار فريد كلش يتخرب. هاني كيفاش مخبيه المهم. وانا ما نحبش نستعمل هذوك اللي يحطوا فيه يقطروا فيه الموعن، انا نحط هذا عندي هذا التاتين هذو اللي يقطروا لي فيهم نخبيهم معني عادي. Mm-hmm.
كل حاجه نرجعها لبلاصتها. هذه الحمص هنا شفتي غادي نسديها معايا اللي شفتنا. هذه فين نحطيها؟ انا راح نحيد الدجاج تاعي. ها بعد ما درتها هنا الدجاج تاعي راح نفتو جو غير هاك بالعقل عارفه راه يبان. اذا كنتو درتو حاجه فيها عظم العظم لازم تنحيو العظام. راكم تشوفو راح نفتو كامل وبعد تشوفو مشي. ها هنا بعد ما فتت الجيش تاعي شوفو كيف فتتو راكم تشوفو. راح ندير لاطوغت تاعي هنا جاتني بزاف راح نقص شويه ندير هنا نبس كي راح نزيد ندير البيض والفرماج خفتي تسيح لي نقص غير شوي. نفرش الدجاج تاعي من الفوق ماشي شرط يكون عندكم بزاف الدجاج هي اصلا تجي بنينه. نفرش الدجاج تاعي كامل وبعد تشوفوا معي. هنا ها لاطوغت تاعي راح ندير البيض والفرماج. عندي هذا الفرماج هذا نتوما ديروا اي فرماج عندكم تحبوا حتى ديروا الفرماج رقي سينو نديروا هذا. نحن بس نديروا مربعات راكم تشوفوا كمل بعد تشوفوا معي. انا بعد ما درت الفرماج ها كما تشوفوا دوكا راح ندير مرحله اخيره وهي البيض. اللي ما يحبش البيض يدير الفرماج غابي جوست يدخلو للكوشه يذوبلو وينحيه. يحب يدير فاني لا كريم فريش ما كاش مشكل يدير الفرماج ولا كريم فريش. انا راح نديرها بالبيض لا تورت تاعي راح نديرها بالبيض هاي شوف. دوك ان شاء الله نكمل المرحله الاخيره ونديرها في الفرن تتجمر لي او تتحمر. درت زوج بيضات نتوما ديروا على حساب افراد العائله تاعكم. اذا كان عندكم الغشي تقدروا ديروها في البلا كبير وتكثروا البيض. هنا درت هنا زوج درت رشه تاع ملح ممكن ديروها كامل هكا كما قلت لكم. اللي ما يحبش البيض يدير لا كريم فريش يفرخها من الفوق ويدير فرماج غابي او يدير كريمه الجبن كريم فريش والفرماج تذوبوه مع بعض
وكروه من فوق، راح يجي فيني بنين. ما راكم تشوفوا فيه، هذه هي لاتوخت تاعي. راح نكثر، حركوها غير هكا باش هي هذيك يهبط هذاك البيض تاعنا. راح نزيد نكمل هذو اللي صغار، انا ان شاء الله حنديرو في الكوشه. ها لاتوخت تاعي، خليها طيب ان شاء الله، من بعد تشوفوها معي في اخر مرحله. هذه هي لاتوخت تاعي تاع الجلبانه كما راكم تشوفوا. هذه زياده اللي كما قلت لكم تعمرت لي بزاف، نقصت درتهم دي هكذا انديفيديوال كما راكم تشوفوا. ها كيف طابت، ها كيف جات الجلبانه تاعي او لاتوخت تاعي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم لاتوخت هذه تاعي، وجربوها وراح ان شاء الله بنينه بزاف. هنا مع هذه اللقطات هذو نقول لكم مع السلامه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والبارتاج وتفعيل الجرس باه يوصلكم كل جديد. اذا عجبتكم الوصفه اكيد، اذا عجبتكم ما تنسونيش. نقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله.